في إحدى الحملات الانتخابية لترامب في ولاية ميتشيغان، وولاية ميتشيغان هي من الولايات الحائرة ما بين الديمقراطيين والجمهوريين. ترامب بيبذل جهود كبيرة ليضمن النجاح في هذه الولاية الهامة. في وسط جولته كان في كلمة مؤثرة لواحد مسلم اسمه بلال الزهيري. السيد بلال الزهيري هو إمام أكبر مسجد في ولاية ميتشيغان. قال كلمته وحط مجموعة من الاشتراطات والطلبات من ترامب، وقال له إذا التزمت بده إحنا هنجيبك رئيس للولايات المتحدة الأمريكية. ترامب فرح جدا بالكلمة لدرجة إنه حطها على صفحته مع الخطابات الأخرى التي تؤيده. ماذا طلب الشيخ بلال الزهيري إمام المسجد الكبير من ترامب؟ قال له أنا بالنيابة عن وفد من الأئمة ورؤساء المراكز الإسلامية في أمريكا، المسلمين هيدعموك لأنك بتدعو لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، في غزة وفي أوكرانيا. قال له انهي الحروب في الشرق الأوسط وأوكرانيا وخاصة الحرب في غزة، سجل اسمك في التاريخ كالرئيس الذي لم يبدأ حربا ولكنه أنهاها. قال له من الضروري حماية الأطفال من التأثيرات الموجودة في المناهج الدراسية اللي بتسرق براءتهم. طلب كمان، قال له احنا جزء من النسيج الأمريكي، احنا 10 ملايين مسلم، خد نماذج مننا في الإدارة بتاعتك كي تعود أمريكا كما كانت. تعالوا نسمع جزء من اللي قال. Good afternoon, Michiganders. As the president said, we just had a positive meeting with President Trump. We as Muslims stand with President Trump because he promises peace. He promises peace, not war. We are supporting Donald Trump because he promised to end war in the Middle East and Ukraine. The bloodshed has to stop all over the world, and I think this man can make that. هل تعتقد انه ترامب هيلتزم بالكلام ده؟ ولا هو كلام انتخابات زي ما احنا بنشوف في عالمنا كله ان كلام الانتخابات يطلع عليه النهار يسيح ما يبقاش موجود؟ نتمنى ان يحقق ولو جزء من هذا الكلام. المهم ان يكون لنا لبز، لنا قوة مؤثرة داخل الولايات المتحدة الأمريكية.